الفرقة الزلزالية الرابعة واحدة من ثمان فرق زلزالية تشكل بمجموعها العمود الفقري لشركة الاستكشافات النفطية وذراعها الطولي في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها في استكشاف التجمعات الهيدروكربونية وتقييم خزينها وتعظيمه لإضافة احتياطات نفطية وغازية جديدة وتعويض المستنزف منها. تنفذ الفرقة خطط الشركة بإجرائها عمليات المسح الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد بهدف اكتشاف وتقييم التراكمات الهيدروكربونية المختلفة. الفرقة الزلزالية الرابعة تحظى بمتابعة مستمرة من قبل إدارة شركة الاستكشافات النفطية، وفي هذا الإطار جاءت زيارة المدير العام للشركة علي جاسم والوفد المرافق له إلى أحد مواقع عمل الفرقة للوقوف على المشكلات التي تواجه ملاكاتها الهندسية والفنية في تنفيذ خطط العمل والتوجيه بإيجاد الحلول المناسبة لها من أجل أن تستمر الفرقة في النجاح بتنفيذ الواجبات المنوطة بها. قمنا بزيارة الفرقة الزلزالية الرابعة العاملة في محافظة البصرة بمعية السيد المدير العام وبعض الكوادر المتقدمة من شركة الاستكشافات النفطية، وكانت هذه الزيارة ولله الحمد ناجحة وموفقة، واستطعنا أن نلتقي فيها بمنتسبي الفرقة الزلزالية للوقوف على مشاكلهم والصعوبات التي يعانون منها. وقد استجاب السيد المدير العام المحترم لمطالبهم ضمن الصلاحيات الممنوحة لسيادته، ووعدهم برفع المشاكل أو الصعوبات التي يعانونها إلى قيادة القطاع النفطي لتدليلها وحلها. بالنسبة للزيارات، زيارات متتالية للفرق الزلزالية، وكانت نتائج هذه الزيارات نتائج مثمرة جدا على مستوى العلاقات بين المنتسب وبين مدرائه وبين مسؤوليه، وكذلك على مستوى الإنتاج. فنلاحظ أن هناك مردود إيجابي بالنسبة لعمل الفرق الزلزالية ولتفاعل هذه الفرق نتيجة هذه الزيارات، انعكس على نسب الإنجاز التي حققتها هذه الفرق نتيجة هذه الزيارات. قام السيد المدير العام المحترم والسيد المعاون الفني والوفد المرافق له بزيارة موقع البرجسية في محافظة البصرة والفرقة الزلزالية الرابعة لتشجيع الكادر والنظر في المشاكل والمعوقات التي تواجه كادر الفرقة وتذليلها للسير بشكل بإنسيابية لتحقيق الهدف المنشور. تشرفنا اليوم زيارة السيد مدير عام شركة الاستكشافات النفطية والسيد معاون المدير العام والسيد مدير هيئة العمل الحقلي والسيد مدير هيئة التخطيط، وذلك بمناسبة انهاء المشروع الفاو ومناسبة أيضا ابتداء مشروع السويب. نشكر الإدارة الحكيمة على الدعم المتواصل، ونشكر الإدارة العليا على كسر الفجوة بين الإدارة وبين الموظفين، حيث التقى السيد المدير العام بمنتسبي الفرقة الزلزالية الرابعة واطلع على مشاكلهم، وإن شاء الله وعدهم حلول جذرية لكل مشاكلهم اللي واجهوها بالعمل. نوعدهم بإنجاز المشاريع ضمن الفترة المحددة وبنسب إنجاز عالية. نشكر السيد المدير العام بحضوره هذا اليوم الفرقة الزلزالية الرابعة. ناقشنا خلال زيارته أمور الفرقة الزلزالية الرابعة من حيث متطلبات الكادر ومشاكل العمل اللي تواجه الفرقة على مستوى الأنواع، وبالتالي ذلل سيادته جميع المعوقات بالاتفاق مع الكادر من أجل زيادة الإنتاج وتوفير بيئة عمل آمنة. كذلك طلعنا على المخاطر اللي تحيط بالعمل من حيث صعوبة الوصول للآليات إلى المناطق، وجه سيادته أيضا بتوفير بيئة عمل آمنة خاصة بهذه المكانات من حيث
التركيز على فرق الدفاع المدني بتنظيف هذه المناطق من المخلفات الحربية لديمومة العمل والحصول على نوعية جيدة من الإنتاج، بالإضافة إلى تقليل المخاطر والحوادث الموجودة لا سمح الله. اليوم الزيارة كانت سيادة المدير زيارة مثمرة، واستمع للكادر واستجاب لطلباتهم، وبالإضافة لهذا الاجتماع مع الكادر المتقدم للفرقة الزلزالية الرابعة طرحت علي بعض الأمور يعني اللي هي تصف في صالح العمل ويعني تقدم طرق العمل، وكانت استجابته يعني جيدة جدا ومتفاعل، وما شاء الله يعني إن شاء الله يعني هذا كله يصب في مصلحة العمل، وإن شاء الله يعني إحنا العمل المسح الزلزالي بالفرق يكون متقدم في أوجه إن شاء الله ننافس الشركات العالمية. كانت زيارة موفقة بالاستماع إلى المطالب الكوادر العاملة في الفرقة والنظر في جميع الاحتياجات للكوادر، حيث كانت زيارة السيد المدير العام المحترم ذات طابع إيجابي في كسر الحواجز ما بين الكوادر والإدارات العليا والاطلاع على مشاكل الكوادر وإيصال إلى الحلول بصورة مباشرة من قبله. تشرفت الفرقة الزلزالية الرابعة بزيارة السيد المدير العام ومدير الهيئة المحترم وسيد الوكيل والكادر المتقدم بالشركة، وأثمرت هذه الزيارة دافع معنوي للكادر الفرقة الزلزالية في دفع عجلة الأمام للتقدم ومعالجة بعض المشاكل التي تعاني منها الفرقة. زيارة مدير عام شركة الاستكشافات النفطية إلى موقع عمل الفرقة الزلزالية الرابعة تزامنت مع نجاح الفرقة في إنجاز أعمال المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد في برنامجين كبيرين، على الرغم من التحديات التي واجهتها وأبرزها طبيعة الأرض والأحوال الجوية والمخلفات الحربية التي تملأ منطقة العمل. كما تزامنت الزيارة مع استعدادات الفرقة لإرسال بيانات المسح الزلزالي إلى مقر الشركة لتحليلها والتوجيه ببدء أعمال الحفر الاستكشافي. قامت الفرقة الزلزالية الرابعة بتنفيذ برنامج الفاو ثنائي الأبعاد. طبعا الفرقة الزلزالية الرابعة نفذت من موقع عملها من مخيمها برنامجين. البرنامج الأول هو برنامج أم قصر، والبرنامج الثاني برنامج الفاو. نفذت الفرقة الزلزالية الرابعة برنامج الفاو بفترة زمنية تتجاوز قليلا المخطط المرسوم لها، وذلك للصعوبات والمشاكل التي الموجودة في رقعة العمل. هذه المشاكل المتمثلة بالطبوغرافية والمشاكل المناخية والأمنية، حيث يصعب أحيانا على منتسبي الفرقة تنفيذ الأعمال نتيجة للأمطار الغزيرة وللطبوغرافية الوعرة وكذلك الرياح العاتية. تم الانتهاء بفضل الله من تكملة برنامج الفاو، وفي نفس الوقت وفي نفس موقع المخيم تم التوجه إلى برنامج السويب، وغدا سوف تبدأ الاختبارات، وتم إتمام النشر على 4 خطوط استلام. بعد إكمال الفرقة أعمالها أعمال المسح الزلزالي تقوم بإرسال نتائج المسوحات الزلزالية إلى مركز الشركة، حيث يقوم مركز المعالجة في شركة الاستكشافات النفطية بمعالجة هذه البيانات الزلزالية، وتقوم هيئة الجيولوجيا والجيوفيزياء بتفسير هذه النتائج، ومن خلال عمليات التفسير هذه النتائج نستطيع أن نحدد موقع بئر استكشافي في المنطقة، وهذا البئر الاستكشافي سوف نتائجه تكون بالنسبة لأنه هو يعتبر بئرا استكشافيا رقم 1 في المنطقة، فالنتائج سوف تكون جدا مهمة على مستوى المنطقة وعلى مستوى شركة الاستكشافات النفطية. ويفخر مهندسو وفنيو الفرقة الزلزالية الرابعة لكون فرقتهم جزءا من النجاحات التي حققتها شركة الاستكشافات النفطية،
والتي أهلت الشركة لكي تكون منافسا حقيقيا لكبريات الشركات العالمية في مجال المسح الزلزالي.